بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. أفضل أربعة أعمال في ليلة ولادة علي بن موسى الرضا سلام الله عليه كما وضح علماؤنا الأعلام: أولا أن تهدي له 1000 صلاة على محمد وآل محمد بنية قضاء الحوائج، تهدي ثواب الصلوات إلى الإمام الرضا سلام الله عليه بنية قضاء الحوائج. ثم العمل الآخر أن تقرأ زيارة الإمام الرضا عليه السلام، وهي زيارة واردة وواضحة جدا في مفاتيح الجنان، زيارة الإمام الرضا عليه السلام. كذلك أن تقول 14 مرة وتتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى: يا أبا الحسن، يا علي بن موسى، أيها الرضا، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. 14 مرة تقرأ هذا الذكر في التوسل بالإمام الرضا سلام الله عليه. ثم بعد ذلك تصلي 2 ركعة الزيارة أيضا من بعد، وتهدي ثوابها للإمام الرضا سلام الله عليه. هذه 4 أعمال مجربة جدا 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 في قضاء الحوائج في ليلة ولادة الرضا سلام الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا تنتهي هذه الولادة إلا بالمبشرات، وكذلك بقضاء حوائجكم جميعا وحوائجنا إن شاء الله تعالى. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام، وأيامكم سعيدة.